يمين ويا سارة. هات الشنطة دي، هات الشنطة دي بسرعة. هات اهلا بيكو في الكاميرا الخفية. انتوا عليكم حركات حلوة. لا 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 مش معقول. حلوة قوي. خش بقى خد الرياكشن ده. زوم زوم خش. شكرا اعزائي المشاهدين، شكرا. والله العظيم انا صدقت. لعلمك بقى انا كنت عارف انهم بيصوروا. يا سلام، ده انت كنت هتعملها على روحك. البرامج دي انا عارفها كويس، انا كنت جاريهم بس عشان يعني نطلع في البرنامج يعني. ايه ده؟ ده خدوا الشنطة. الشنطة؟ المحفظة. ايه ده؟ يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. تفتكر اتش اخر مرة كلنا فيها كان امتى؟ ها؟ بتهيألي كان يوم سبت. ايوه بس العلم بيقول ان الانسان ممكن يقعد اسبوع كامل من غير اكل. لا حالتنا احنا بوظت العلم خالص. فاكر رياض انت وهو العز اللي احنا كنا عايشين فيه؟ يا ده انا اتبغددت بغداده. وحد شاف فيكم العز والبغداده اللي انا شفتهم؟ ده انا اتدلعت اخر دلع. ده انا من كتر الدلع اللي كنت بتدلعه مره ماشي في الشارع كده في امان الله، ببص كده في الارض لقيت 1000 جنيه. كسلت اوطى اجيبهم. ما انا كنت ماشي وراك لقيت ال 1000 جنيه خدتها، كسلت احطها في جيبي رميتها تاني. وانت اتش ما كسلتش في حاجه قبل كده؟ كسلت كتير بس انا مكسل احكي لكم. القصب ده مضروب، معقول اكل 3 عجام بحالهم وما احسش ان انا شبعت؟ وانت احول، حد يسيب القشر ده من غير ما يمصه؟ قصب بقى افطارنا وغدانا وعشانا قصب. حصلت اخوانا، انا في حاجه عايز اقولها يعني. انا حاسس ان في واحد نحس في وسطينا وهو اللي نحسنا احنا الثلاثه. ايه؟ لا بقى، انا ما شفتش ايام سودا في حياتي الا معاكم انتوا الاثنين. لا بقى، انا كنت متجوز وعايز فل 24 قناط وانتوا اللي نحستوني. طب انا عندي اقتراح يا اخوانا بمناسبه قعده القصب الحلوه دي. ايه رايكم لو كل واحد شاف مصلحته ونتفرق عن بعضينا؟ انا عن نفسي همشي بدماغي واوعدكم، والله العظيم اوعدكم، يوم ما ربنا يكرمني واقب كده على وش الدنيا لو شفتوني اقلعوا اللي في رجلكم واضربوني بيه. انا نفس الحكايه بالظبط، اروح اشوف شغلي، اروح اشوف نفسي. لو سمحت. ايوه. عندك عصافير من دي؟ ممكن اجيب لك. بكام الدرس؟ 60 قرش. لا 60 قرش يعني العصفوره بشيلن؟ لا 40 قرش كويس. 30 قرش كويس. السلام عليكم يا كابتن. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك، بكام الكتكوت ده الله يكرمك؟ ده ب 15 قرش. 15 قرش. في شبه منك بالله. طب والشركاسي ده؟ الشركاسي ده بريال. بريال. طب ده عشان خاطري بقى تديهولي بكام؟ يا عم خاطرك ايه البيعه السودا دي؟ انت بتستني دكرومي. صحي سريع ذوبان. جراسيا من خير مصر والخير مصر. كوكي كوكي حطي ميه يلا وحطي مسح. كوكي كوكي بيزهزه الغسيل وملوش اي مثيل، فراحي موت وابوكي وهدرهم. كوكي 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 عمل جايزه 10,000 جنيه. لا ما عنديش كوكي، حتى لو عندي كوكي قليل البخت يلاقي العظم في الكوكي. كوكي ايه؟
امشي يا فندم. لا شك تدبوس 16 نفسي اتغميت فيهم. مرشوشين كناريا. ايه ده؟ الجرس كمان مرشوش كناريا. ايه ده الست كمان مرشوش كناريا. هلو كناري. بيوتيفول. بس مش كلهم كناري يا فندم. اوه انواع تاني. اتفضل اتفضل. اوه عندي نوع نادر من ال يا سلام الوحش بتاعهم ده. اسماعيل اديكي فكره مختصره. اصلا انا خبير في العصافير. النوع اللي بيعمل صوت الكناريه ده من جزر الكناريه. اللي جابه ده المزقزق ده من الزقازيق. الثالث ده اللي تحت ده اسمه استور هيراب. مين ده؟ استور هيراب معروف يا فندم. استور هيراب ده من استراليا. ده انا جبته مخصوص النهارده من المطار. رحت خلصت له كل الاجراءات بتاعته. وعملت له تصريح ان انا اخرجه من صاله الكبار الزوار. بس تعبني تعب. بكام الواحد مستر مختار؟ 113 جنيه يعني كلام فارغ يعني. هقول لكل اصحابي يشتروا منك يا فندم. مش مساله بيع وشراء وبكام والحاجات دي، مساله مين الناس الكلاس كلاس كلاس اللي هم بيقتنوا العصافير دي. عندك مثلا مش شايفيني بتكلم معاهم؟ تعرف تتكلم معاهم؟ بعض كلمات كده بسيطة. عموما أنا هجيب لحضرتك بإذن الله بكرة الكتالوج والديكشنري عشان تتعلمي شوية حاجات اللغة. اللغة لذيذة جدا جدا. أنا أعرف كلمات كده زي مثلا دي معناها إنك أنت حلوة أوي 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 أوي. ودي معناها إيه؟ بيقول لي اخلع الأستاذ زمانه جاي. ثانية واحدة اجيب لك الفلوس. اتفضلي يا حبيبتي. قال لك ايه؟ قال لك اول عاشق في جمال النبي يصلي عليه. معايا الكتاكيت اللي بترقص، كتاكيت روماني متدربة في سيرك روسيا. قول صوت هزية كتكوت، قول صوت هزية كتكوت. هوبا هوبا ايه؟ هوبا 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 ايه؟ هوبا هوبا قول صوت هزية كتكوت، قول صوت هزية كتكوت. اهو الكتكوت ده يا فندية ممكن تدفع 30 40 دولار عشان تشوفه في اي حته من العالم. عندنا الكتكوت ده يفضل عندك ب 10 جنيه 10 جنيه كله معانا على السقفه. لا تفكروني نصاب ولا اورطجي. توت توت هزيه كتكوت، توت هزيه كتكوت. امال ايه بيرقص على واحده ونص؟ بباريزه ونص. هتشيل النص. يلا يلا 10 جنيه حلو ده. انت ممكن تضربها كتير. هوبا توت توت هزيه كتكوت، توت توت هزيه كتكوت، كوكي 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 عمل جايزة 10,000 جنيه. مساء الخير كوكي. أنا مندوب شركة كوكي. عندك كوكي؟ كوكي تعالي يا مدام، في واحد مندوب بيقول عندك كوكي. والله مش معقول. ثانية واحدة. ايوه ده كسي. مبروك يا هاني، كسبتي جايزة كوكي 10,000 جنيه. اتفضلي. متشكرين يا بيه. 10,000 جنيه كسبتيهم 10؟ ها؟ 10,000 جنيه التانية مش خسارة فيك. معقولة معقولة.
عندي كوكي؟ كوكي؟ لا 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 مش كوكي ده، كوكي ده كوكي ده مسحوق غسيل. مش عاوزين. انا مش جاي ابيع لك يا هانم، انا جاي اديكي الجايزه. جايزه ايه؟ جايزه كوكي الكبيره، يعني لو عندك 10 اكياس من اكياس كوكي تاخدي جايزه كوكي الكبيره. استنى لما اشوف لك. يا خسارة، والنبي ما بستعمل غيره، بس العلب راحت في الزبالة. مش عارف أقولك إيه بصراحة، أنت ما شاء الله كده يعني بينك مليانة خير، وأنا استريحت لك. شوفي أنا هديك الجايزة وكأني لقيت عندك أكياس كوكي بالظبط. ها تفضلي، جايزة كوكي الكبيرة 10,000 جنيه. تفضلي. معقولة؟ يا وش السعد يا عمر. الحلاوة بقى، الحلاوة تستاهل. أيوة الحلاوة. شكرين. عندكم كوكي؟ يا ولية اخد منك الكتكوت على انه بيرقص. اروح بالبيت تيجي الواد يرقصه. ما يرقصتي واخده من عندي بيرقص ولا لا؟ اه. طيب امال ليه تلاقي الواد لاعب فيه بوظه؟ وبعدين ده منظر واحد يرقص قدامك كتكوت. اوعى ولية امشي هتلعب رجلي يا حرام. لا هتضربي حد. الحقوني 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 يا عسكري. غلط كده يا ولية. وسع يا ولية. مؤهلات هتسجن عشان كتكوت، وبعدين وحشه في حقك كمان يا باشا. هيموت هيقلل من الكتكوت. هيا هيموت هيقلل من الكتكوت. مختار حرامي كلفته نصاب. العصافير طلعت مش كناري. مستر مختار ده انا واخده منه 50 واحده. انا لازم ابلغ البوليس. معاكي نمره بوليس العصافير؟ قدام يا مجرم. ما تقولش مجرم. مجرم استير مجرم. اطلع. انت عارف مجرم يعني ايه؟ لا معرفش، بس معهم بيقولوها كده. اطلع. انت هتقبض عليا؟ بقول لك ايه، ما تلونش معايا. لو معاك ايه انت عصفوره؟ اطلع بسرعه. اطلع. نفسك هي مش هتقول كده تاني. بعد الشر والنبي لارقص لكم ليله فرحكم. شوفي يا ام نديم، باعتباري اتخرجت النهارده من كليه الخدمه الاجتماعيه. نديم معهد الخدمه الاجتماعيه. لا ما خلاص بقى كليه، وباعتباري حاصله على بكالوريوس، فانا من النهارده ما عنديش غير حلم واحد بس نفسي احققه. حلم؟ حلم ايه يا بنتي؟ المرأة العاملة. ده بدل ما تتستتي في بيتك زي عطيات بنت خالتك. بصراحة بقى يا ماما أنا مش فاهمة، مش عارفة بقى بجد يعني إيه يا بنات إن كل أم عايزة تخلي بنتها زي عطيات بنت خالتي. ما تقولولها يا بنات، أنتوا مش صحابها. شوفي بقى يا طنط، أصل بصراحة كده يعني فين ما غلطتش. إحنا كمان مدربين عن الجواز. لا إحنا عايزين نحقق ذاتنا في الأول، نشتغل ونكسب، وبعدين لما يبقى يجي لنا عريس بدل ما ندخل عليه بصينية الشربات واحنا مكسوفين، لا هنكلمه زينا زيه، راجل لراجل. قال لك ايه؟ قال لك اه، قال لك قبل كل شيء يا حضرات الارزاق على الله، البرغوت اللي معايا ده مرغوت متدرب بقاله 5 سنين، جايبه من روسيا، اقول له ينط على الحيطه ينط، اقول له يتنطط يتنطط، اقول له يرقص يرقص. طب طلاق 3 بالـ3، البرغوت ده انا بفرط فيه بالغالي. بس لجنة قعدتنا الحلوة والوشوش السمحة اللي انا قاعد معاها، انا هفرط وبيع البرغوت ده بسجارة فرد. سجارة فرد مين؟ يا عم ابعد عنا بقى يا عم. عندك ايه يا ابويا؟ طب شوف البرغوت ده يا عم، انت هتبيع اللبط علينا كده مش تحاسب؟ قشطة يا صباح الاعداد. ايه يابا مالك بتبص على ايه؟ عايز اشوف البرغوت.
برغوت ايه اللي تشوفه؟ لا البرغوت اللي معانا ده حسيس وعنده دم، ولو شاف وش اهلك كده ممكن يجيله صرع وما اعرفش اشغله. وانا بقول لك اتكل على الله علشان لا 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 اوعى ما تجيبنيش ناحيه المنطقه دي. مختار مدحت انا قاعد كده بلاش تاخد بعض كتير هنا. تعالى ايه اللي جابك هنا؟ دي منطقتي. ايه اللي جابني هنا ده؟ ايه دخلت بسبب كتكوت؟ وانت دخلت ليه؟ عصفوره سيب البرغوت. والنبي الاخ اللي بيلعب في البرغوت ده سيبه الله يخليك لا يبوظ مننا. الله يكرمك والنبي يا ابني. برغوت؟ برغوت ايه؟ اديني بقلب عيش يا مختار. يا اخي الواد هشام كان عنده حق يا اخي. ده احنا هو محبوسين بين اربع حيطان. هو حر حر. يا بختك يا هشام. المختار ده ايه؟ حد عارف هشام بيعمل ايه دلوقتي؟ ده تلاقيه عيني بقاله جمعه على لحم بطنه ما بياكلش. على الاقل ادينا متوهين في حته وبناكل وبنشرب. مش مهم الاكل والشرب، المهم الحريه. الحريه يا مدحت. هو دلوقتي بره حر طريق، ما حدش يقدر يقول له تلت التلاته كام. يا سلام يا سلام. يا بختك يا هشام. يا بختك يا هشام. نعم هشام. مش ممكن. هشام عندكم كوكي؟ صباح الخير. صباح النور. هو احنا ميعادنا امتى في الاختبار؟ احنا قاعدين بقالنا اربع ساعات. وبعدين انتوا كده بتضيعوا وقتكم، كل اللي دخلوا دول مش هيقبلوا. ليه ان شاء الله؟ عشان احنا كفاءات، كل الشروط منطبقه علينا. طب اتفضلوا اقعدوا شويه على اللي جوه يخلصوا. من فضلك انكل محمود معادي موجود؟ البيه المدير؟ ايوه ايوه يا فندم. قولي له ناني من طرف عز بيه ولسه مكلمه حالا. اهلا وسهلا يا فندم. حاضر. يلا يلا يا بنات خلاص الوظيفه ان شاء الله. قدامك. خش. ايوه مش عاجبك؟ لا لا دي ما ينفعش معاها غير الصياح. يا بقول لكم ايه اللي هيمد ايده علينا؟ ما انتوا ما تعرفوناش. احنا شباب بنطقطق وحارس وكعب جاري في السوق الكرامه في منطقتنا، ولا عمرنا دخلنا السجون ولا شفناها، بس اسمنا محفور جواها. ايوه اصنع عليهم جامد بقى. حلو اللي هيمد ايده على رجلي. ايوه عجير وهضحك وهفضحكم وهلم عليكم السجن. اصلاح. بسم الله ما شاء الله. الزباين الجدد وصلوا، شغل كتير جاوا النهارده يا ولاد. جرب يا ولد جرب. لا لا احنا ما نضربش. ايوه احنا ما نضربش. وايه وايه يعني؟ ضرب عندك مزاج يعني ولا ايه؟ يا اخ انت اسمك ايه؟ عبد الجبار. ليه؟ وعشان انت يعني عبد الجبار تضرب المستجدين يا حمار؟ والله انا عبد المامور يا ولد. هو يعني كان البيه المأمور قال لك اي حد يروح داخل تروح ضربه؟ يا ساتر على غباوتك. ده انت غبي قوي. عبد المأمور ده مثلا يعني زي ما هنقول مثلا يا داخل من البصله وقشرتها بينهمك. لا في حد هيعرف يخش من البصله وقشرتها؟ اقول مثلا انا عبد المأمور يعني الاوامر دي مش اوامر انا. الاوامر مين؟ دكتور. هو السجن عينوا له دكتور بدل المأمور؟ يا جدعان افهموا بقى، في نظام السجون الصيع الجامد قوي الشديد في الاجرام بيتقال له يا دكتور، ولو نشل يتقال له يا باشمهندس. افهموها بقى عشان الخلق ما يضيقش مني. انت خلقك بيضيق؟ ده انت من ساعه ما دخلت وانت خلقك كتير. طب لو سمحت يا باشمهندس ممكن نقابل الدكتور؟ ممكن اعرف ليه؟ كشف مستعجل. عبد الجبار سكت ليه؟ مش سامع صوت ضرب ليه؟
المستجدين وصل يا دكتور، عاملين قلق. هاتهم لي هنا قدامي. ايه يا ورد مالك؟ حد يقرصني؟ مش ممكن، مش معقول حد يقرصني. مش ممكن، مش معقول، ما حدش يقرصني، انا جسمي بيعلم. هشام عمال عمال مختار مدحه عباده شايف يا قفا. انت ايه اللي جابك هنا يا عباده؟ لا 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 دي حكايه طويله قوي. اقعد اقعد. اه يا ايه ايه الطور ده مربي ازاي؟ ده عبد الجبار. عبد الجبار والله. دول بقى زملاتي يعني، مش اي حاجه. يلا دول دكاتره مرضيك. بقى انا بعد ما سبتكم لقيت نفسي عايش وحداني، عايش في الدنيا من غير وليف ولا أنيس. قلت أكمل نص ديني. لا واجب برضو. حبيت واحدة اتجوزتها، ومن هنا بدأت المشاكل. لازم ولي عجوزة رشانة ونعرف ذوقك. أبدا، دي كانت بنت زي القمر، طالبة عندي في القسم في سنة أولى. يا راجل يا مهبول، أنت حد في سنك يتجوز بنت في سنة أولى؟ آه، وبدأت الطلبات غاوية مظاهر، والمرتب انتوا عارفين ما قدرتش على طلباتها، وعلشان اكفيها اضطريت اني ها؟ اضطريت ايه؟ تقتلها؟ يا ريت، ده انا قتلت نفسي، مسحت اسمي من سجل الشرف، بعت اسئلتي الامتحانات. ده ذنبنا. فاكر يا عبيده؟ فاكر لما نجحتنا غصب عننا مع اننا سايبين ورقه الامتحان فاضيه يا مفتري؟ ايوه نجحتكم، نجحتكم، انا بعترف، لكن دفعت الثمن غيري. يا دكتور اطخهم؟ لا يا عبد الجبار، لا، دول معايا اصحابي. وده ايه ده؟ ده عبد الجبار دراعي اليمين هنا. بس يا عبادة، انت طول عمرك جبان ونتن وتخاف من خيالك، ايه يعني اللي خلاك عملت كده فرد على العنبر؟ مأمور السجن تعاطف معايا ورق الحالي وعيني الكوماندا هنا في السجن. وانت بقى عينت عبد الجبار؟ عبد الجبار عملت له غسيل مخ، بقى زي الخاتم في صباعي. ايوه حصل، ده انا مخي كان مليان بقع. الله يسترك يا دكتور عياده، طلعت البقع كلها، بقيت على الزيرو. بس قول يا دكتور عباده، النظام في العنبر هنا ايه؟ اطمنوا، حطوا في بطنكم بطيخه صيفي، اعتبروا نفسكم في رحله او في استجمام. لما نشوف. بس انا برضو قلقان من عبادة. وصايف دي كلمة برضو؟ احنا هنا ما بنتعاملش بالكلمة دي خالص، احنا هنا بنتعامل بالمؤهلات. يا سلام، اخيرا هنلاقي شغل من غير واسطة. طيب دلوقتي هتقابلوا المدير حالا، بس واحدة واحدة، عشان هو بيحب يدرس مؤهلات كل واحدة بهدوء. يا ريت اديله بقى تليفون. ايوه ايوه يا فندم، مستوفية الشروط، ادخل واحدة واحدة. حاضر. أنا؟ أيوه. تفتكر يعني ممكن تقبل؟ حسب الظروف، لو قبلت يبقى هتتأخر، لو ما قبلتش يبقى. راجل قليل أدب. يلا بينا يا بنات. يلا المؤهلات قال.
وحشتنا يا معلم. والله ده كان كابوس ريحه حلوه قوي. يلا عندك حق يا واد عمي، احلى ايام ايام السجن، ربنا يعزك. اهلا اهلا بالاساتذه، انتوا فين من زمان ما حدش شافكم؟ احنا كنا في الدكتور عباده، كان عازمنا في الغداء. غردقه دي؟ ايوه ايوه فهمت، اسم الدلع بتاع طره زي مصطفى ودارش، غردقه وطره. طره طره طور جبل الطور اللي في سينا، اللي هو ابن خالة الغردقه. عادل الطور ايه؟ طور ابن خالة الغردقه. انا ما نظرتش بطره طور. الطور يا عبد الجبار الطور. على فكره يا استاذ هشام كنت هتنسيني. ده في واحد بيجي يسال عليك هنا مرتين ثلاثه، وبعدين ساب لك نمره التليفون دي، وقال اول ما توصل لازم تكلمه. ايه؟ ايوه انا الاستاذ قرن المحامي. مين عاوزني؟ هشام السلموني. انت فين يا جدع انت؟ انا جاي لك حالا. يا ترى الراجل قرن ده عاوزني في ايه؟ هو منطقيا لا يمكن تحديد البواعث اللي دفعته الاتصال بيه. يا سلام. طبعا، لكن اذا حللنا الموضوع بصوره اكثر عمقا. يا دكتور عباده احنا مش في محاضره هنا، احنا في قهوه، ما تلمش علينا الخل. يلا ما تقول حاجه يابا. لا انا صوتي رايح. اقول لك انا يا هشام بيه، الراجل ده عايزه فيه. ايوه عاوزني فيه. ما خبرش. يا سلام. ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ اتفتح يا عم. تخرج. فين هشام السلموني؟ انا هشام. اتفضل إيه. اركب معايا. اهو مين هشام السلموني؟ انا حضرتك عاوز ايه بالظبط؟ اتفضل اركب معايا. طب ما حضرتك تقعد وتاخد الواجب بتاعك وتقول انا عاوز ايه بالظبط. مفيش وقت، تعالى معايا. الراجل شكله كده يعني ما يصرش، والليله بينها مش معديه. اركب، روح اركب شوف ايه. انا هروح لوحدي؟ ايوه ايوه ايوه، انا شايف ان ده افضل حل عشان ما نلخمكش. روح يا هشام روح. مدحت مختار، اتكلم يا مختار. اتكلم، عايزك تتكلم. يا اندال يا جبنات. استنى يا سيسيون، انا جاي معاه. دكتور عياده بالاذن يا دكتور، الرجاله اصحابك دول مش رجاله. وايه اللي حصل في الدنيا يا ناس؟ ما خبرش. لا عيبك ده، هتسيبوا صاحبك راح لوحده ليه؟ قدام منك له محدش يقول لنا قدام. هتأمرنا؟ لا احنا اللي نروح. يلا قدامي قدامي. ايه ولد دكتور عادة؟ اتفضل يا يلا اتفضلوا انزلوا. يلا ايه ده؟ انت جايبنا هنا ليه؟ في ايه؟ انا مش فاهم، احنا مخطوفين ولا ايه يا جدعان؟ ايوه مخطوفين، واحب اقول لك ان الاختطاف عقوبته قانونا الاعدام. قانونا؟ ده مش نبيلة هانم الشرباجي. احب اعرفكم بقى ان انا اوراني طالبه المحامي، محامي نبيلة هانم الشرباجي. هي صحيت تاني؟ لا هشام بيه ما صحيتش، بس حقوقها لسه صاحيه، ما ماتتش. بقول لك ايه؟ ثلاثة بالله العظيم ما أخدت منها حاجة، هو أنا الحق. أيوة بس لأجل الحلفان الطفاية الفضة اللي كانت فوق البيانو أنا اللي شقطتها، بس ضاعت مني. من اللي سرقتها منك؟ أنا مش بحاسبك يا هشام، أنا عايزك عشان حاجة تانية. طب ثلاثة بالله العظيم، أنا عيني اليمين بترف من الصبح، وأنا لما عيني اليمين ترف من الصبح يبقى خير إن شاء الله. يعني هيحصل إيه؟ ما خبرش. نبيلة هانم كانت ست كريمة، معطاء، محبة للخير، وحبت هشام بيه من كل قلبها. الله يرحمها بالحسن إليها. نبيلة هانم تركت وصية بعد وفاتها، كتبت فيها القصر ده لهشام بيه، كانت عاملاها مفاجأة لجوازهم. القصر؟ اتخطفت والله اتخطفت. نبيلة اتخطفت. يبقى ضمنت اشتغل بواب وارتاح من المواصلات، وابقى حققت حلم حياتي، بواب. شو قلت لكم يا اولاد؟ هقب وأببكم معايا. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عايش بقالي كتير ولا غيرك في بالي. بس يا نور العين. ثانية واحدة، في شروط حطاها نبيلة هانم
لتسليم الفيلا في حالة وفاتها قبل منك. شروط؟ الشرط الأول موافقين. والشرط الثاني؟ هو أنا كنت قلت الأولاني؟ ما احنا موافقين على الثاني ده. اتكتم أنت خالص. اتفضل أنت خالص. الشرط الأول عدم دخول أي سيدة تقل سنها عن 60 سنة من باب الفيلا لمدة سنتين. إيش معنى يعني سنتين؟ ما هو ده الشرط الثاني. استخدام القصر كدار للتربية تاوي المتشردين والأطفال الصيع واللقطاء اللي في الشارع. اللقطاء اللي في الشارع؟ دي أكيد وهي بتكتب الوصية كانت اتجننت بقى. ده طيب يا ريت بقى تكتب الكلام ده في ورقة وتشهد إن نبيلة هانم كانت مريضة عقليا وهي بتكتب الوصية. مريضة عقليا؟ نبيلة هانم؟ ده مفيش أعقل كم من نبيلة هانم الشرباجي حبيبتي. مثال للحكمة. عقلة بلبلة على العقل على عقلها وجمالها يعني. اعتبارا من بكرة هسلمكم القصر ولازم القصر يكون فيه 3 فصول يعني 45 طفل كحد أدنى. 45 عيل؟ طيب ومين هيدرس للعيال دي؟ لازم هيئة تدريس. لازم يكونوا مدرسات لا تقل سنهم عن 60 سنة. اجيب منين يعني مدرسات فوق 60 سنة؟ لا دي مش مشكلة، دي مالكش دعوة بيها، لعبتي انا. انا شيل دماغ خالص من الموضوع ده، انا عندي لسه بكل الستات اللي عدوا 60 سنة لحد الوفيات. طب ماشي. والاطفال المشردين والعيال المشردين دول اجيبهم منين؟ لا دي لعبة العبد لله بقى، انا عيلتي كلها نصها متشردة، النص عايش في الشوارع والنص في خيام الايواء. الحمد لله ضمنت اشتغل فراش وارتاح من شغلانة البواب لحسن تعبتني قوي. هنبدا من امتى يا اوراني بيه؟ من دلوقت. المدرسة دي بقى مش محتاجة مصاريف؟ يعني تباشير كشاكيل قلاليم. محتاجة برضو حاجات كتيرة طبعا، محتاجة بريات فلايات ووسائل إيضاح وفلكة وخرزانات. بس كل حاجة بالفواتير. قدامكم أسبوع أجي ألاقي أعضاء هيئة التدريس والأطفال المشردين. تفضلوا عشان تشوفوا القصر. سنتين؟ هما سنتين أستحملهم بالطول بالعرض؟ يخلصوا السنتين يرجع لي القصر وأبقى صاحبه. ما احنا مع بعضينا على الحلوة والمرة بالصلاة على النبي، ولا ناوي تلعبها فرداني؟ بعدين تعال هنا اخويا. ايه؟ انا ليا في القصر ده زي ما ليك بالظبط. انت ناسي؟ ناسي ان انا اللي جايب لك نبيلة الشرباجي؟ هشام اوعى تنسى ان الولية دي كان عينيها مني انا، وكنا ماشيين متظبطين مع بعض، وعبد الحليم شغال معاها 100 100 لحد ما شرفت بسلامتك وشقطتها مني. اوعى اوعى تنسى. كرر ايه يالا؟ انت هتطلع لي من خطايا على حكاية حب؟ بقول لكم ايه؟ انتوا كل حاجة حاشين نفسكوا فيها طالعين لي زي العمل الرضي. بقولك ايه؟ ايه؟ مع بعضينا ولا نسيبك طلوس؟ شوف بقى مين اللي هيجيب لك المدرسات العواجيز اللي فوق الستين، ولا شوف مين اللي هيلف لك في الشوارع يجيب لك العيال المتشردين. المصيبة ان انا محتاج لكم. اسمعي يا ستي، مطلوب آنسة حسنة المظهر، بيضاء جميلة وغير متزوجة، للعمل في شركة كبرى بمرتب مغري. ايه يا بنتي الكلام الفاضي ده؟ دي بصبصة علني في الجرايد. لا 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 لا، ده اعلان عن طلب عروسة مش طلب وظيفة. غير. طب تعالي تعالي اسمعي، بصي، مطلوب مدرسة موسيقى لتعليم شاب من اسرة راقية للعزف على البيانو بمرتب ضخم. الحكاية طبعا واضحة، تعليم شاب من اسرة راقية البيانو دلع. غيره. طب شوفوا دي بقى، مطلوب مدرسات في التخصصات الاتية. اخصائية اجتماعية، مدرسة موسيقى، حكيم التمرين. ايه ده؟ ده زي ما يكون الاعلان مكتوب لنا. مكتوب لنا قوي يا اختي. كملي. على الا يقل السن عن 60 سنة. كام؟ 60 سنة. وريني كده. اظن دول بقى لا يمكن يكونوا غاويين بصبصة ابدا. طبعا لا، هو ده اللي احنا عايزينه. ايه يا نبيل انت انهبلتي؟ ده الاعلان بيقولك على الا يقل عن 60 سنة. ما انا عارف. على مهد، على مهد، على أقل من مهد. عايز مني إيه يا أم؟ يا جماعة، يا جماعة، أنا مش عايز منكم حاجة خالص. مش عايز حاجة خالص. الحكاية وما فيها إن أنا جبت لكم مشروع إنساني، إنساني. بصراحة أنا وقعت على خدت مدرسة، المدرسة دي كلاس مدرسة كلاس، فعايزكم تيجوا يعني تتسلوا مع شوية أطفال
أطفال يعني أبرياء، أطفال كمان كلاس 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 برضو. طبعا دي حسنة حسنة يمكن تشيل بعض السيئات اللي انتوا عملتوها في حياتكم، وأكيد انتوا بتعملوا سيئات من أيام الخديوي إسماعيل. وهناخد كام يا مختار؟ 100 جنيه كويس؟ في السنة؟ دي بتحسب على الجنيه بتاع الملك فؤاد. لا يا ست، في الشهر. مختار مختار. عملت ايه؟ كلمت معاهم بس مسكين على باكو. باكو ظبط صوتك، خد صوتك. لا هم 10 جنيه كويس قوي. 10 جنيه ده ايه؟ انا هضغط عليهم لحد 500. هم 5 جنيه مش هدفع غيرهم في الشهر لكل واحد. ما ينفعش ما ينفعش. هم 200 جنيه 200 جنيه. السلام عليكم يا حبيبي. عليكم السلام ورحمه الله. والنبي الله يخليك ما الاقيش خرابه هنا فيها شويه عيال. يا عم كان في واحد وصف لي خرابه هنا فيها عيال صيع كده متشردين. الخرابه دي الاقيها فين الله يخليك؟ خرابه؟ مش عارف هو قال لي في الشارع ده. هو حد مودي البلد في ده اللي انتوا فيه؟ فيه هو حد مودي يا محمد يا محمد. ايه ده؟ اوعى اوعى. طب بص يا عم عوض، باريزه في اليوم حلوه قوي، وبعدين دي سبوبه حلوه كلنا هنسترزق من وراها وناكل من وراها عيش. ما تبقاش قلالي بقى وعايز تاكلها لوحدك، وبعدين احنا هناكلك ونشربك ونلبسك وهنروقك اخر روقان. خليك قريب مني شويه بقى. بصوا بقى يا دي مدحت. يا دي مدحت. اه في مانع؟ ماشي 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 ماشي. انا قربت قوي ومش هنزل عن كده. طب نقسم البلد نصين يا عم عوض، شلم عليا وشلم عليك. قلت ايه؟ بعدين ما تنساش هنعلمك وندي لك شهاده. شهاده؟ طب اسكت اسكت بقى. والله يلا انت هتضربنا انا ولا ايه؟ اه في حاجه؟ ماشي 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 ماشي. مش مكسوف من نفسك وانت بتقول شهاده؟ طب انت عملت ايه بالشهاده؟ عندك حق والله يا عم عوض. طب بقول لك ايه بقى عشان ما نقتتش بعضينا اكتر من كده، اخر كلام هو شيلن وعلبه سوبر ومشت كبريت. ماشي يلا خلص بقى علشان السبوبه ديت انا قلبي حاسس انها هتتنظر. ماشي سلام. بقول لك ايه، اما تروح تجيب العيال صحابك ما تهزقنيش بقى قدامهم وتقول لا ده مدحت والحركات ديت. عايز يبقى لي كرامه كده في المنطقه، ارسمني رسمه حلوه. طب ماشي يلا نخمس. نخمس دي كلها ثلاثه على بعضيها. خمس ايه؟ اعتبروها سنتين إعارة، اعتبروها عقد عمل. هتاكلوا وتشربوا وتلبسوا هدوم وتروقوا آخر روقان، ها؟ إيه رأيكم؟ يعني حكاية كده سبوبة حلوة كلنا ربنا هيكرمنا فيها. ما تكلمك يا عم أجلسين. والله المسائل دي ما اتخدش قفش كده. قفش. مدحت. أستاذ مدحت بقى عيب كده الله. بصراحة بقى أجلسين بيتكلم صح. أجلسين بيتكلم صح؟ آه. حياة أمك طب هات السيجارة. ما تقول حاجة يا عم حمامة. ما انت داير طول النهار كعب داير على رجليك اخبار اهلام جمهوريه وفي الاخر بترسي على جوز جنيهات. وكمان منزولين. وكمان منزولين اهو. قلت يا فنديه نتكل على الله بقى ونشوف السبوبه الحلوه ديت عشان ربنا يكرمنا ونرزق من وراها كلنا. اه يلا بينا. يلا ربنا هيكرمنا ان شاء الله. ايه 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 على فين يلا انت وهو؟ انتوا ايه هتعزلوا ولا ايه؟ اقعد يا بت اقعد يا اقعد يا اقعد. ايه ده محمود المليجي بتاعكوا ده ولا ايه؟ مين ده؟ ده دنجل. دنجل؟ والله العظيم؟ ايه 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 مش عارفني ولا ايه يا رحمة؟ انا مش واخد بالي يا باشا. اه تعال يلا هنا يلا. هو بيمد ايده ولا ايه؟ تعال. لا لا انا ما بمدش ايدي، انا بتكلم ببقي بس بالراحة في الأول. شوف يا معلم دنجل، الموضوع باختصار ان في لقمة عيش جاية لنا كلنا كده بالصلاة على النبي. عايز تعض معانا فيها أهلا وسهلا، مش عايز تعض شفنا ونشوف مصلحتنا احنا. اه يا السيجارة دي فيها نكتين. لا هات سيجارة معاك. ما فيهاش نكتين اللي هنا؟ لا ما دي فيها نكتين برضه. هات بس سجار. خلي بالك دي فيها نكتين برضه. اه هو ايه بقى الموضوع بالظبط؟ الموضوع بالظبط يا باشا ان احنا الله متهيألي يعني الاخ اللي ورايا بالنسبه لتكبيرتي على الحاجات ديت. شفت ده عمل لا. مش احنا بيننا هنشوف ايام سودة. ايه اللي انت جايبه ده يا عبد الجبار؟ ايه تموين المدرسه؟ العيال الصغيره لازم تتغذى زيت. جايب معزه وخروف وجاموسه. دي مرة طيب. انت متجوز جاموسه؟ ايوه. ايه اللي هتقوله ده؟ الدكتور عياده جاي قرايه. ابو
برافو عليك يا دكتور عياده. ايه؟ اغرب بيتك. عباده هات 30 جنيه بسرعه. ليه؟ يلا بقيت الحساب بتاع الراجل اخلص. يا جماعه فين المدرسات والمدرسين والولاد؟ الولاد جايين. الولاد جايين حالا. مدحت مديهم ميعاد هيجيبهم ويجي. ميعاد فين؟ تحت الكوبري. يلي عالدرع حول عمالي. والاولاد المدرسه كده كملت. ممكن بقى سلمنا الفيلا؟ يسلمك الفيلا ايه؟ في مدرسه من غير هيئه تدريس؟ امال انا هشرف على مين؟ 65 68 66 72 72 تعال خليك انا هطلع لك. ايه ده جايب 72 واحده؟ لا ده سنهم. مختار. ايوه. تفتكر دول ممكن يكملوا معانا لاخر حصه النهارده؟ لا ده انا منقيهم على الفرازه، دول هيشتغلوا معانا من اول السنه لحد اجازه نص السنه، بعد كده هيتغيروا واجيب طقم جديد شايله في الانعاش. على الاقل من بقى. أبلة محاسن ودرست الألعاب. قلبي النسوان الغريبة ليه؟ المدرسة دي ولا بتمشي؟ اشربي يا حاج ميمي شوية شيح يستاهل حلقك. ربنا يزيد عنك وعنا جميعا يا رب. اشرب يا ست وفاء. اشرب يا محاسن. الا قولي لي يا محاسن، انت جاي تدرسها ايه ليه؟ ايه ليه؟ رفع اثقال؟ يا وليه جاي تدرس ايه؟ العاب رياضية. ها؟ العاب رياضية. العاب؟ انت مش قادرة تطبقيها. تدرس العاب. العاب عليك يا شيخ. ما حول ولا قوة الا بالله. يا مسوم. لا والله انت فيك الرمق. عبد الجبار عجب لك عجب. اللي بعدها. تعال يا حجة على مهلك يا بركة. احداحي ايدك يا حجة. النجاح ان شاء الله. ما تنفعش. فشل ذريع. ايه يا دكتور؟ ايه ما تنفعش؟ انت لسه سالتها عشان تقول ما تنفعش ولا تنفع؟ حرام عليك يا اخي، ست عندها ضغط عالي وداخله في كومه، ليه تحبطهم كده في بدايه حياتهم؟ بص يا مختار، ارجوك ما تتدخلش في شغلي، ده تخصصي. اتفضل يا بركه. ايدك على ايه؟ اتفضل. ست اعتماد. مالكش حاجة بقى ست اعتماد. بقى الست اعتماد دي على الاقل تقعد لها ترمين قبل سر الالهي ما يطلع. اتفضلي يا عودي. ده على بال ما تقعد يكون العيال اتخرجوا من الجامعه. دكتور عياده، في واحدة برة جت لها نبت الربو، أقول لها تروح النهاردة وتاجي بكرة؟ دي لو عاشت بقى لبكرة. قولي لي يا اعتماد، هل سبق لك التدريس قبل ذلك؟ ها؟ هل سبق لك التدريس بعد ذلك؟ ها؟ دي ما بتسمعش. يابا اللي ما بتسمعش، إيه؟ دي بتسمع ودنها كده فوق النمرة واحد. طب ده أنا مرة قلت لها صباح الخير، قالت لي وأنت بالصحة والسلامة. طيب ده في السمع مفيش مشكلة خالص، بس هي ممكن تجيب لي العيال الضغط الحقيقة يعني. ده انا اللي هيجيني ضغط. اتفضلي. فيه ثلاثة جايين على الإعلان. يعني مش تبعي؟
انا ارفض. ليه بقى؟ لا احنا عندنا مبدا تكافؤ فرص. اتفضل يا استاذ عباده. دخلهم لي هنا. اتفضلوا. ايام سودة. ما انت معانا. كل واحده تقول اسمها ومهنتها. رشا عبد الموجود. سميع عيابي. نوال حازم مدكور. رشا. هم ايام المماليك كانوا بيسموا رشا. كيف يمكن الارتفاع بذكاء الطفل؟ يمكن الارتفاع بذكاء الطفل بثلاث طرق. اولا تنميه المعارف عن طريق الغير مباشر ووسائل الإضاءة. أبلة محاسن بتاعت الألعاب طلعت تلعب مع مامتها. يعني أبلة محاسن تعيش أنتو. بتقول إيه يا عبد الجبار؟ كانت قاعدة تتمرن برا يا ولداء. تعمل تحت فوق، عملت تحت. جاية تطلع فوق، السر الإلهي طلع. كان مكتوب لنا فين يا اخوانا؟ كان مكتوب فين؟ كان لينا زمان شنا ورنا. كان مكتوب فين؟ نغسل شرابات ملهوش طب غيارات ونحن عيال صيع اندال اندال قال طول الليل نحكي حكايات ياد. كان مكتوب لنا فين يا اخوانا؟ كان مكتوب فين؟ خلينا زمان شنا ورنا. كان مكتوب فين؟ نسرح ونفلي جايين نهنن ونسلي ايوه واقول ثواب وهو متشلي اهو متشلي يمكن في يوم يتمر فيهم يمكن في يوم يتمر فيهم ولا حد منهم قال خلي 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 فلي. كان مكتوب لنا فين يا اخوانا؟ كان مكتوب فين؟ كان لينا زمان شنا ورنا. كان مكتوب فين؟ وصية سودا ومش عالبال جايب لنا احنا نربي عيال لبط وشغل شوارعية شوارعية. طب ده احنا ناقصين تربية. ما تفتروش للنعمة تزول. ما نفتريش للنعمة تزول. ومن النهاردة انا مسؤول. ومن النهاردة انت المسؤول. يا ترجعوا الايام الفول يا تصبروا وتبقى هنية. لولا الوصية لولا الوصية لولا الوصية لولا جينا يلا الغفار ولا كنا تعبنا ولا شقينا يلا الغفار يلا الغفار. ادونا العافية لا 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 ربي يخليكم
امشي يلا. بقول لك ايه؟ ربي يخليك. هضببك. كان مكتوب لنا فين يا اخوانا كان مكتوب فين كان لينا زمان شنا ورنا كان مكتوب فين كان مكتوب لنا فين يا اخوانا كان مكتوب فين كان لينا. ايه ده يا نيفين؟ انا عمري ما شفت مدرسه مناخوليه زي المدرسه دي. ايه ده يبقى اصحابها كده شباب وزي القمر ويشغلوا كل اللي فيها عواجيز؟ طب ليه؟ مش عارف بس شفتي الناظر بتاعهم؟ شفتي حلو وصغير وزي القمر ازاي؟ لا لا بقى يا نبي، ولا اللي كان على يمينه ده ابو عيون حوله يخرب بيته ويجنن مش ممكن. لا 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 لا، ما شفتش المصيبه التانية اللي كان قاعد جنب الدكتور سكر يخرب عقله. لكن انا برضو مش قادره افهم، وهتجنن ولازم اعرف ايه سر انهم ما بيشغلوش غير عواجيز في المدرسه. تيجي نكلمهم؟ نكلمهم ازاي؟ انت عايزه نكتشف ولا ايه؟ نكلمهم كاننا كأننا معجبات. كأننا معجبات برضو. يا استاذ هشام، تلفون عشانك، تلفون. جورا اللي بيع يقول لكم خفوا التلفونات شويه. ليه التلفونات تقيله؟ ما خبرش. ده الو مين؟ طب احنا شفنا بعض فين قبل كده؟ مش هقولك احنا شفنا بعض فين، اصل انا الحقيقه انا معجبه بيك جدا. ممكن اشوفك؟ ها؟ لا لا ما ينفعش خالص تجيني هنا، اصل انا بابا راجع شويه وهمش بيخاف عليا. في واحده صاحبتي معجبه بمختار صاحبي، ممكن تكلمه؟ لا موجود حاضر عينيا. لا مش انت، انا الو ايوه الو، انا حظ امي دايما معاك وكده. الو ايوه انا ايوه انا صوتك يا هانم، صوتك يعني بردون كهربني، يعني انا بتكهرب دلوقتي. بس هو المشكله يا فندم ان انا على 110 فولت وانت 220 فولت، كان لازم تكلميني قبليها عشان اركب محول. الواد ده كان بيشتغل كهربائي قبل كده؟ يا عم كهربائي منجد، المهم شغال. اركب محول، اظبط الفولت، كهربت على طول كده. ده انت جريء قوي وباين عليك كده بتاع اسطوانات من اللي هي. مدحت صاحبي؟ موجود اهو جنبي. ده وحياة ابوك، وحياة ابوك اسمي جه في المكالمة، ان احسب انه هيتفك اسمي. يلا دي مش سامع حاجة، مش سامع حاجة يا غبي كده، حاطط ودنك على ودنها كده بسرعة قبل المكالمة بتخلص. ايوه هما بيقولوا ايه اول ما يمسكوا التليفون؟ قولوا ايه يا حمار؟ قالوا يا حمار. حمار؟ مين اللي بيتكلم؟ انت مالك متلخبط كده ليه؟ ايه؟ مالكش تجارب؟ انا احب الراجل اللي مالوش تجارب. شفتك فين؟ مش هقول. اموت في الشعر ده، في الجسم ده، في العيون دي، في الطيب ده. الطيب ده طيبي انا. وانت كنت شفتها؟ لا بس حاسس بيها. بنظام يلا يا ولد، انت وهو بنظام. طب
عبد الجبار، لم لحمك يا عبد الجبار. عبد الجبار اربطها احسن. لا حول ولا قوة الا بالله، لو ليه خرجت من الكشك مش هتعرف تلمها والله، انحرفت خلاص. لبستني جلابيه العار يا جلبهار، الرجاله نظروا صوابعك يا فجره، دم ياخدك موتك اللي نادي على قدك. يلا يا اولاد كل واحد فيكم يكتب الحروف دي 5 مرات في الكراسه. يلا ولا ما فتحتش الكراسه وكتبت ليه؟ ايدي وجعاني يا بيه، الهي لا يسيئك ويكرمك ولا يذلك قدام اللئيم ولا يشحتك ولا ولا بطل كلام الشحاته ده بقى، انساه، اقعد اترزق اكتب والا هكسر القلم على نافوخ. حاضر. يلا ايه يا ابني مالك في ما بتكتبش ليه؟ اشمعنى اجلاسيه ما بتكتبش؟ وانت شايف اجلاسيه فاضي؟ انا من وقت شغال قدامك اهو. اشتغل بذمه وضمير، انا عايزها مرايه، عايز ابص في الجزمه اشوف وشي. ورنيش؟ ورنيش في الحصه؟ ايه قله الادب والمسخره دي؟ انت قاعد في محطه مصر يا حيوان؟ قوم امشي يا ولد، امشي امشي، روح افتح دتك، وانت انت مخصوم منك شهر. استاذ هشام. ايه يا ابله، الولاد بداوا يتعلموا؟ ها؟ الولاد بداوا يتعلموا؟ ايوه ودنهم كويسه. عقبال ودنك. طب نسمع حاجه كده؟ حاجه ايه يعني؟ مزيكا؟ ايوه مزيكا، مزيكا. قول معايا يا كريم. قمر له ليالي يطلع لم يبالي، عالبستان ينور ويقول لي يا نينا. مختار مدحت مختار، سمعت الخطر الجامده اللي بره دي؟ لا يكون حد من العيال حصل له حاجه. العيال في الفصول، تعالوا نشوف في ايه، ربنا يستر. لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أوه أوه، أحلى حادثة شفتها في حياتي. الله. أنا ممكن أتبرع لها بدمي يا إخوانا. يا جدع استنى أنت وهو فوق يا ستي، أنت يا تعبانتي يا حلوة أنت. هشام سيبها ما تفوقهاش. ليه؟ سيبنا نتفرج شوية. مشاعري في قلبي في عينيا. بلاش عينيك، ما تضيعهاش مننا كلنا. انا فين؟ رجليا الظهر حصل لها حاجه، نزلني من فضلك. اتفضلي. ايه انت اترشيتوا؟ بتقول نزلني مش نزلوني؟ مش جمع مذكر سالم، مفرد مذكر جدا. تعال. ايه الانانيه دي يا اخي؟ اتفضلي. اوعى اوعى يا ابني، اتفضل يا هاني. انا مهلك، انا مهلك، هتقع. نانو اسمها نانو، خلي بالك عشان الضرايب. يا دي التوهوة، انا بقول لك ايه، تعال. في ايه؟ في ايه؟ يا هشام، يا هشام انت ماسك ايدي. وقف 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 انت هنا، ستوب. ممنوع. ايه ممنوع؟ ايه ممنوع؟ مفيش في قلبك رحمة؟ انسانية يا اخي، ما عندكش رأفة؟ الست عاملة حاسة وتعبانة. ممنوع فرديل، وقف. طب مش هي بس اللي تعبانة، انا تعبان يا اخي. الهانم تدخل القصر، انتوا تخرجوا منه. بيقول لك لازم أن تكون فوق الستين. دي فوق الستين؟ ما هي دوب كده 62 سنة. يا راجل هو ده بيفهم حاجة؟ دي 80 سنة قدام. دي ماتت. اي الولية بتفرفر في ايدي، حرام عليكم، ندخلها تستريح بس شوية. ماليش في الكلام ده، ممنوع يعني ممنوع. ممنوع ليه؟ ما خبرش. لو سمحت وصلني البيت. يلا. تقول وصلني مش وصلوني، مفرد جمع سالم. يلا حبيبي. يلا يلا. مفرد جمع سالم. ايه ده، هشام بقى قوي قوي في اللغة العربية. بس على الله يرفع راسنا في اللغة العامية. الو، مدير المنطقة التعليمية؟ صباح الخير يا فندم.
انا اورن المحامي. ايوه بكلم سيادتك بخصوص المدرسه الجديده. هو اي حد يعمل مدرسه يا فندم لازم يكون عندهم خبره في تربيه النشأ، خبره في التدريس. دي مصيبه يا فندم، كارثه قوميه. لا لا لا، لازم سيادتك تيجي تشوف الولاد بنفسك. جيل كامل هيتخرب يا فندم. دي حصه انجليزي. لما تيجي تنادي على المدرس بتاعك في حصه الانجليزي تناديه بالانجليزي. مفهوم؟ اقول يا استاذ. مس مختار يا جاهل. ليه ساعة في الحمام؟ اسكت، ده في مصيبة. مصيبة؟ اكتبوا أي حاجة لحد ما أجي لكم. عارف عم قرن كان بيكلم مين في التليفون؟ مين؟ إيدك بقى. استاهل. وعلى كده الواد مختار عرف ولا لسه؟ ولا ما يعرفش؟ ادي احنا هناخده معانا وخلاص. فرحان قوي انا يا اخي. الحياه الناشفه اللي عايشينها في المدرسه الناشفه دي خلوني رايح المعاد وانا طاري قوي. طاري؟ يعني وانا طاير من الفرحه. بس يا رب يطلعوا حلوين. لا اكيد هيطلعوا حلوين، بيبان من الصوت يا عم. بنت بتكلمني في التليفون صوتها زي الكروة. ولا ممكن ما يطلعوش حلوين، ولا على السواد اللي هنشوفه. ايه ده؟ قاعدين تتدلعوا مش عارفين ايه اللي بيحصل من ورانا. قرني بيلعب لعبه كبيره قوي. لعب ايه؟ وبعدين بقى يا اخوانا ما تفضوها السيره وخلونا في اللي احنا فيه. ايه اللي انتوا فيه؟ رايحين نقابل بنات. انت لوحديكم؟ لا لا لا، لوحدينا ايه؟ احنا الثلاثه مع بعضينا. البنت بتاعتي بتكلمني، قلت لها عاوزه اقابلك، بس هذه صاحبتك معاكي عشان اصحابي. اسمع بقى، اسمع بقى، سرحت بقى. واحده صاحبتك. لا لا، اثنين ثلاثه. اسمع، سرحت تصيحه بقى تخليك زي القمر، تصيحه مايكل جاكسون. اتنين ليمون. انا مش عاوز احكي لك كل حاجه عني علشان ما تتقهريش. انا الحقيقه لفيت ثلاث ارباع بلاد العالم، وفي كل بلد كان ليا شقوات يعني مع البنات والستات. لا بس الحمد لله دلوقتي خلاص هديت. انا كانسان رومانسي يعني عاطفي، بعترف لك يعني اني كان ليا تجربه قبل كده، بس التجربه دي فشلت. ليه؟ فرق السن. هي كانت اصغر منك؟ ها؟ بكتير بكتير، كانت عيله يعني. صحيح يا مدحت لفيت الدنيا كلها؟ الحمد لله انا ما فيش بلد ما رحتهاش. يعني على سبيل المثال يعني رحت بريطانيا، رحت انجلترا، كنت اتخنق من بريطانيا ارجع انجلترا، اتضايق شويه من انجلترا ارجع بريطانيا، وهكذا يعني. طب قول لي اكتر بلد استريحت فيها ايه؟ صملوط. صملوط؟ هي بس اللي تعبتني اللغه. هما بيتكلموا ايه؟ صملوطي، وانت عارفه ثقافتي دمياطي. مدحت تحلف لي اني اول واحده في حياتك؟ طبعا احلف لك، لان الاولانيه ما تتحسبش خالص. ليه بقى؟ يعني اكتشفت اساسا انها كانت راجل وبعدين عملت عمليه. وبقت ست؟ لا بقيت ارجل من الاول. انا عندي في المدرسه شويه مدرسات قمرات. احكي لك ولا تغيري؟ لا احكي لك احكي لك. عندك مثلا مدرسه الموسيقى. مالها بقى ان شاء الله؟ حركتها قرعة كده ومكشوفه، كل ما ادخل الفصل تخلي الولاد يغنوا لي مر له ليالي، وتقعد تغمزني من تحت النضاره كده. ياه، دي بينها واقعه فيك بقى. طبعا واقعه واقعة على الاخر، بس انا ما بعبرهاش، اصلها سقيلة. يا سلام، سقيلة؟ هي مش سقيلة، هي رخمة، غتت غتيتة يعني كده. طيب سيبك بقى من ده كله. حلوة؟ طبعا، شرط اساسي لاي مدرسة عندنا الجمال طبعا. والمدرسة عندنا بقى ما بيزيدش سنها عن 22 سنة. لا 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 يا هشام، كده بقى انا مش هبقى مطمنة عليك. بعدين مدرسة الموسيقى الثقيلة الدايخة دي تخطفك مني. تخطفني؟
انا بقى عندي مناعه ضد الصنف ده بالذات. وليل ونهار بيرسموا علينا وعليا انا بالذات لان الاقبال زايد عليا شويه بقى كده. هنسى يوم الاثنين يوم ما تقابلنا احنا الاثنين. تعالى نخلي الحلم حقيقة، تعالى 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 نعوض كل دقيقة، تعالى 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 نخلي الحلم حقيقة، تعالى تعالى. انت بتغني يلا كريم يلا. خلاص يا استاذنا اخر مرة هغني. لا اخر مرة ليه؟ اوعى تقول اخر مرة ديت، دي هتبقى اول مرة ومش هتتقطع تاني ان شاء الله. اسمع يلا غني لي الاغنيه دي تاني كده. وحشتيني. لا غنيها كده زي ما تكون يعني ايه اخد بالك واقف قدام ناس، غنيها كده. وحشتيني. اه عدد نجوم السماء. الصلاه على النبي. هناكل بغاشه يلا، هناكل انا ابن حلال، انا ابن حلال يلا، انا وقعت في طريقك يلا، انا ابن حلال ان انا. بص اللي هقوله لك ده يفضل سر بيني وبينك. حاضر. بالليل بعد ما العيال كلها تنام عايزك تقابلني هنا في الجنينه، بس الكلام ده راجل لراجل، السر اللي بيني وبينك ده ما يطلعش لأي مخلوق ولا الأقرب صاحب ليك، فاهم؟ ناس كلامها وناس قلوبها هادا، وناس كلامها وناس قلوبها هادا، وناس كتير جرحونا وناس كتير تعبونا، وناس كتير جرحونا وناس كتير تعبونا. لا 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 لا. كده تلات أكوام مظبوطين. مية مية. حبيبي كركر كركورتي حبيب قلبي يا وش السعد عليا. صباح الفل. خد يلا بشرق نفسك، بس اوعى تقول لحد علشان السبوبه ما تتنظرش. ها لا ده كتير عليك ده عشان ما تفسدش مني. خد شكرا يا استاذ. روق دمك اخر روقان. ها لازم تروق العيال، ما تحرمش العيال من حاجه. انت يا ولد اللي نايم على روحك. ايوه استاذ. فين كراستك؟ ما عملتش واجب ولا ايه؟ لا يا استاذ. كده طب استلقى واحده بقى. افتح ايدك يا استاذ مدحت. افتح ايدك يا ولد يا استاذ مدحت. انت كنت من استاذ مدحت اضربك. ايه انت مالك ومال الولد؟ الله ايه يا اتش مش كده؟ الولد نايم على روحه طول الحصه وعملش الواجب. انا مش فاهم كان بيعمل ايه، كان ورا ايه؟ ايه ورا ايه يعني؟ الله هتلاقيه كان بيذاكر طول الليل. الو. ايوه يا نديم، عاوز اشوفك النهارده. عندك ايه؟ انت مش قايله لي انك فاضيه؟ ايه الساعه 11 ما ينفعش. هو انت مش عندك حصص؟ امال التنابله اللي عندنا دول بيعملوا ايه؟ اديهم حصص زياده. هحاول. انت لو واطي كده مش عايز تشن في حصتين يا نفسي. يا خبي بقول لك عندي ميعاد، عندي ميعاد. يا جدع بقول لك البنت بتاعتي ملطوعه في الشارع. ما انا الموزه بتاعتي ملطوعه راخر في الشارع. هتسيبها ملطوعه الموزه بتاعتك ممكن مفتح. مختار حبايبي اصحابي اصحاب عمري، انا واقع في ورطه كبيره قوي 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 ومحدش هيشيلني غير كوليا طلب واحد. طلب ايه؟ اصل انا لازم اروح المنطقه التعليميه علشان في ندوه لدراسه الاساليب التربويه الحديثه، فحد منكم ياخد الحصه بدالي. لا 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 ما ينفعش الكلام ده. مصر كلها باصه للميعاد بتاعي؟ لا اله الا الله، ايه اللي بيحصل يا اخوانا؟ لا ما هو الحب لما بيتنظر وبيتنقى عليه بتقل بركته. وانا بقولها لكم وكتاب الله انا قلبي حاسس هروح الاقي البت يا بيتها وقع يا اما اتحرقت. مختار حبيبي الواد ده خايب طول عمره وندل. طبعا طبعا. انما انت اندل منه. استاذ مدحت. نعم يا حاجة. لو فيها سألة يعني انا عاوزك يعني تاخد الحصة بدالي لحسن عندي ميعاد مهم قوي. ميعاد انت كمان اللي رايحاه. استاذ مدحت.
ابني. يا الله الحق الثانيه كمان. يا استاذ مدحت. ايوه ياما. بقول لك ايه يا ابني؟ ينفع تاخد الحته بتاعتي النهارده؟ انا رايح القرافه انت راخره؟ احنا نعمل الخارجه من هنا يا اخوانا. ايه الحكايه النهارده غريبه؟ كلكم عاوزين تسيبوا المدرسه وتروحوا؟ لا 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 ما نقفلها احسن بقى. ايوه نقفلها. يا غبي اسكت سيدي عشانك يا حمار. بتبرطمي تقولي ايه يا نينا؟ مفيش اعتذارات ومحدش هيروح بقى خالص. ولا انت ولا انت ولا انت استاذ هشام. عاوز انت راخ. شوفوا لي حد النهارده يقعد بدالي على البوابه. حاكم المدام مرتي رايدة تتفسح، هاخدها جنينة الأسماك عشان نفسها تشوف الفيل أبو زعلومة. بقول لكم البنت مستنياني في الشارع. خلاص يا أستاذ مقطعي، ما تزعلش يوحك يا أخويا، ما دام أنت مش هتيوح تبقى هي كمان مش هتيوح. افتي افتي يا أختي افتي، خرفتي والسن بان عليك. يا غبي يا حول. يا أستاذ مقطعي صدقني. طيب طيب. خبر ايه يا كريم؟ عم عبد الجبار. ايوه اديني شوكولاتاي. من انهيل يا ولد؟ من الكبيره قوي دي. من الكبيره قوي دي. ولا يا كريم جبت الفلوس دي منين؟ عم عبد الجبار. ايوه يا كريم. ادي كل واحد فيهم شوكولاتاي، خلي العيال تاكل وتنبسط. تعال تعال بالاذن يا ولاد. تعال كريم. بقول لك ايه يا ولدي؟ انت جبت الفلوس دي كلتها منين؟ جالي عقد عمل في البحرين. ايه؟ عقد عمل؟ تعرفش تجيب عقد عمل لعمك عبد الجبار؟ هتشتغل هناك ايه؟ ما خبرش. يا الدولارات الخضراء اللي بترفرف عليك يا ابو مدحت. يا الخضار اللي هتشوفه. يا الايام الخضراء اللي بتشوفها يا ابو مدحت. اللهم لك الحمد والشكر، انا ابن حلال. انا ابن حلال وغلبان وربنا عوض صبري خير. ربنا يخليك ليا يا كريم، ده ربنا بعتهولي من السما. ربنا يخليك ليا. ايوه مين؟ افتح الباب. ايوه ايوه حاضر جاي. افتح الباب. اوعى حد يخش، انا بقلع هدومي. اوعى حد يخش. افتح. في ايه؟ الله الله، ايه ده ايه ده؟ انا مخطوف ولا ايه؟ في هلا منك له؟ في ايه؟ استاذ مدحت، في هلا نخفيها. ايه يا اخويا؟ في هلا نخفيها. بقول لك ايه؟ انت لو ما خدتناش معاك يا حلم يبقى انت بتخرب على نفسك. والله والله بخرب على. انتوا ايه بتكلموني كده ليه؟ انتوا ماسكين عليا صور ولا ايه؟ بقول لك ايه من الاخر كده، كريم قال لنا على كل حاجه. لو ما رحناش معاك زي كريم هنفضحها على بعضك حلوه والاحلام فشل بعيونك تزعل او تفضح شوكه بعينك يحسونك كلك على بعضك
الولاد نايمين في الفصل وانت نايم كمان؟ ليه؟ نايمين ليه؟ كانوا فين؟ سهرانين فين؟ هنسهر فين طبعا يا هشام؟ يعني هنسهر في كباريه ولا ايه؟ تعالى تهزر! مش بهزر، انا بضحك معاك. والله يا استاذ مختار انا مش عارفه ايه اللي بيحصل للعيال ده؟ بقولهم كتير قوي. قلت له 100 مره بلاش الحليب للعيال، بلاش الحليب للعيال. هو فنجان قهوه مظبوط، العيال ياخدوا قبل الحصه دماغه تبقى صاحيه. بس للاسف مش عايزين يطوروا التعليم، والاستاذ هشام مش مصدقني. والله عندك حق. تعالى انا عايزك، تعالى تبين عليك خربان، مش خسارة فيك. خد قول. هو جايب لك قرار موضوع كبير قوي. يا رب يكون اللي في بالي يا رب. قول. عارف العيال بيناموا في الفصل ليه؟ هو ليه؟ فلوس ايه اللي بتتكلموا عليها؟ طب ثلاثة بالله العظيم اللي جاي على قد اللي رايح. نقطة؟ بتتكلموا لي دلوقتي عن النقطة؟ ما تسألوا صاحب المحل، وبعدين تعالي نحسبها مع بعضينا. اصحوا معايا بقى علشان ما نشكش في بعض بعد كده، عشان اللقمة دي اتنظرت وهنشوف أيام سودة كلنا. آدي صندوق النقطة. آدي صندوق النقطة. قبل ما الصندوق بيتقسم ثلاث تكلات، الأول حاجة بيطلعها صاحب المحل عرق التاكسيات اللي هي بتجيب الزبائن لحد المحل. يبقى إذا الفلوس اللي في النقطة بتتقسم إلى ثلاثة. تلت بتاخده الفرقة. معايا دونجل؟ وبعدين؟ أيوه يا أخويا. التلت التاني إحنا اللي بناخده. التلت بتاعك أهو. التلت التالت أهو صاحب المحل. وأدي التلت بتاعك أهو. أستاذ مدحت، هل تعامل الرقاصة معاملة المطرب؟ اه طبعا كله زي بعض. والفل اللي كنت ببيع فلوسه راحت فين؟ ده انا ملم معايا 90 جوز جزمة. زي ما فهمت والله. الفرقة الاتنين، صاحب المحل الاتنين، واحنا الاتنين. اكتبوا ده واحفظوا 10 مرات عشان ما نقلش ادابنا. اخر مرة هقولها. خلصنا بقى خالص. ايه يا فندم اللي بتعمله ده؟ ايه ده؟ دي محاضرة للعيال بقى عن الاستنساخ. وايه النقطة دي؟ ما هي دي ما هي دي النقطة اللي هي فيها الاستنساخ، يعني الإنسان ممكن يبقى تلات حاجات. اه بس دي ناقصة. ناقصة إيه؟ النقطة صاحبها. يا مختار في إيه؟ صاحبها. في إيه يا مختار؟ في إيه؟ أنت سايب حسيتك وجاي لي ليه؟ نون فتحة ناء، صاد فتحة صاد، ب فتحة باء. تبقى ايه يا اولاد؟ نصابع. ايه يا مختار؟ ايه السياحه اللي انت هتعمله قدام العيال دي؟ مش عارف اشغلها بعد كده. اهدى شويه. انت عامل لي فيها امبريزاريو بقى، وبتاخد العيال تسهرها ليالي الملاح. بقول لك ايه، عيب يا مختار، الكلام ده ما يتقالش قدام العيال. عيب. وانا مش هسيب الشغلانه دي الا لما اخد عرقي. عرقك ايه؟ هو كل واحد يقول لي عرقي؟ احنا شغالين في عز الحر هنا ولا ايه؟ ايه عرقي؟ عرقت في ايه انت في الحدوته دي؟ شوف يا حبيبي، انت امبارح طالع باكتر من 3000 جنيه، تنصص معايا عشان اسكت واعدي المساله. الله 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 الله. ده انا بتراقب بقى، ده انا بتراقب واللقمه اتنظرت والسبوبه هتضيع مننا، ده انا بتراقب ومش هعرف اعلم العيال ديت حتى تلت التلاته كام. بلاش السياحه اللي تعملها. لا نعمل سياحه لان انت بتتكلم كلام غلط. فلوس ايه اللي بتاخدها وانت مفكرني مين؟ صاحب المحل؟ تعالوا نتكلم بره. انت ليك ايه في العيال دي عشان تقاسم لي فيهم؟ العيال دي اوعى تنسى ان انا اللي لفيت مصر كلها خرابه خرابه لحد ما لميتهم. انا كنت قاسمتك في النسوان العواجيز اللي انت كنت جايبهم يدرسوا. ولو كانوا قبلوا في المدرسه كنت هقاسم معاك. انا قلبي حاسس ان السبوبه دي اتنظرت مننا، قلبي اتخطف من السبوبه دي خلاص. والله العظيم لو حد عرف باللي احنا بنعمله ده هروح في داهيه انا وانت. مين بس هيعرف غير انا وانت؟ ها؟ الكباريه بتاع النهارده ايه؟ بص يعني عامله ازاي؟ خلاص اتنظرت السبوبه. يا السبوبه المنظوره. اوبا يلا اكبت جامد، اطلع قوي، اطلع يلا، اطلع فوق شدي يلا جامد، اطلع. خش يا وش السعد، خش يلا تعالى خشوا بقى. اهو عملوها. اهلا
خش انت كمان. خش مش ناقص نصايب انا. خش واسمع الكلام عشان ما تبوظش الليله السودا دي. خش. وانا مش عارف انت ايه اللي هيسهرك معانا. انت هتسهر انت معانا انت؟ اخاف لا تنام والله. الفيلا ما نسيبهاش. احنا ممكن نقلب الفيلا دي كباريه. شش. كباريه ايه؟ كباريه اللي بتتكلم عليه؟ انا في دماغي مشاريع كبيره قوي. العيال دي انا ممكن اعمل بيها احلى شغل في الحياه، بس هشام وعباده هم اللي واقفين لي زي اللقمه اللي في الزور. انتبه للشغل بقى، الواد كريم بيعمل نمره كده. ايه يا طب انا عارفها كويس قوي، عارفها كويس قوي. يا ساتر على البق بتاعك، انت هتشتغلني يلا ولا ايه؟ وانت كل واحده تشوفها تقول انا اعرفها. انت عمرك في حياتك شفت واحده عدله زي دي؟ ايه دي عزيزه. شباك الحلو شبكنا وشباك وشبك في شباكنا، شباك الحلو شبكنا وشباك وشبك في شباكنا. الهوا من غير ما نحس خلانا نزيد ونخس، ده الهوا من غير ما نحس خلانا نزيد ونخس. شبكتنا الحلوه لوطه بتغمز لي. انا عارف غمزتك كويس قوي. ويعني عشان بتغمز لك يبقى انت تعرفها يعني؟ طب ايه رايك بقى ان عزيزه ديت بتغمز لطوب الارض في الكباري، بقى لها سنتين هنا ما سابتش عيل صغير الا وغمزت له. انا عارفها كويس قوي. وانا عبيط عن عزيزه؟ عزيزه مين؟ عزيزه اللي هي السبب طلعي من النوش. ما بلاش اللون ده معايا لما انت نويت تتجوز، دي بس تعملها حكايه. انت دي دي اللي كانت شغاله شغاله؟ هي كانت شغاله. اه كانت شغاله شغاله. علمني علمني علمتك ما تعلمش، كلمتك ما تكلمش، وقابلت اخويا وخير يا ابن الايه. من يوم يا روحي ما شفتك وانا قلبي ساكن قلبك، وبعضي ربي بقول لك هقضي عمري جنبك. اه يا سيدي يا حلوه، اه يا سيدي هعيش انا عمري وروحي لك، بحبك بعزك محتاج لك وروحي لك احبك. بس انا فهمت كل حاجه عزيزه. بعد ما فقدت الامل فيا اضطرت انها تتلطم في الدنيا، تدور وتلف، واشتغلت رقاصه، اشتغلت رقاصه عشان تنسى حبها الاولاني اللي هو انا. الله 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 الله. انت هتعمل لي فيها فيلم اللص والكلاب يلا ولا ايه؟ هتعمل لي فيها شكر سرحان؟ لا بقول لك ايه، بلاش تكمل اللبن عشان اللبن الزهر بيقلب معاك بغم ولا حاجه. هشرب. دلدقت على نفسك عزيزه. ايه يا عزيزه؟ دي زياده عايزه حضرتك. عايز انا؟ لا البيت. عشان انا؟ لا مدحت قلبي بيدق، يا مدحت قلبي بيدق، برتجف اصل انا ما شفتش عزيزه من ساعه لما خدت 7 غرز في دماغي يوم ما ظبطتني النوش. ادعي لي. طب ادعي لي. بلاش الكلام ده قدام العيال عشان ما نفتحش عليهم. روح اتكل على الله. انت بقى كلك ذوق كلك حنيه حلو وكلك ذوق. مين اللي فاضل ما خدش عوض؟ خد عوض. معلش يا فندم، بعد كده كل واحد هياخد فلوس يمضي عليها على وصل. معلش عشان الشغل شغل. خد اهلا انت كمان. من خدت يا استاذ مجدي؟ يا راجل انت اللي شال الشغل كله. الراجل ده اللي شال الشغل كله.
الله 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 الله، ده طلع يعرفها بجد. يا حليم يا عندليب، ايش نار 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 يا لي، مالك في ايه؟ هموت عليها بنت اللذينه دي. على فكره انا النوع ده ما يشدنيش. ليه؟ عشان انا ما بيشدوش. انا جماعكم النهارده فنديه لامر في منتهى الخطوره. النقطه بقى لها 3 ايام معجزه، وبعد التحري والتقصي عرفت ان حكايه النقطه معجزه ليه. احنا ما بنشتغلش بضمير زي الاول، في ناس بتنشز معانا وما بيردوش بحماس. كريم دلوقتي هيغني وعايزكم تردوا عليه، هنعمل بروفه صغيره كده علشان النهارده بالليل لما نشتغل باذن الله ربنا يكرمنا اخر كلام. خلاص يلا الحق عليه الحق عليه الحق عليه الحق عليه. بالراحه بالراحه، حد يسمعنا السبوبه تتنظر، والله هنتنظر بالراحه علشان ما حدش يصحى. واحده واحده ماشي يلا الحق عليه الحق عليه الحق عليه. هو اللي خان مالوش امان، هو اللي ظلمني. في عيب بينشف. ما قلتش حاجه؟ طب ما تتكلمش، خليك قاعد. ايوه وكل رايح ابو جبار، مفتحش على طول ليه؟ مين اللي معاك ده؟ ده صديقي الحاج عبد الغفور البرعي، مدير المنطقه التعليميه. المدير اهلا مرحبا يا خال. ايه الرجال الخير عادي؟ ايه يا قرني بيه يمشي ده؟ ايه يمشي وما يمشيش ده؟ برضو هتكشفوا على اصحابي؟ تعالى يا حاج الغفور، ده شيء غريب، ده من احلى الحجاج اللي في الدنيا. يا ليله غبره، الحاج عبد الغفور بيتباص من خشمه. ايه اللي بيحصل ده؟ الحق عليه هو اللي خان مالوش امان، هو اللي ضربني وجرحني في قلبي. الحق عليه الحق عليه. بص اهي ده بقى الغلط بقى، الحق عليه الحق عليه. يلا يلا، دي هي اللي بتجيب النقطه ياما، فهمني. يلا قولها بقى، الحق عليه الحق عليه الحق عليه. يلا بالراحة بالراحة، قول يلا بس بروفة كده. الحق عليه الحق عليه. يلا ايه اللي بتعمله ده يا بنت؟ بلادي 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 لكن حبي. امبارح عيل الصبح كان بينشز فيهم في الطابور، فبحاول احفظهم النشيد من اول وجديد. هشام ده ده يا عبد الغفور، تعالى يا عبد الغفور حبيبي يا عبد الغفور، ده من اعز اصدقائي. كان عايش في انجلترا بقاله شهرين ونص بحالهم. تعال يا عبد الغفور، تعال يا عبد الغفور. عبد الغفور عايش شهرين ونص في انجلترا وعامل كده؟ امال لو كان عايش 20 سنه كان راجع لنا عامل ازاي؟ عبد الغفور يلا يا اولاد، عايزكم تناموا عشان عندنا نمره بعد ساعتين، بعد ساعتين بالظبط. ها؟ عايزكم تريحوا كده عشان صوتكم تعبوا. ما قلنا ايوه. وقف مين ده؟ ده صديقي عبد الصبور. ليه عبد الصبور؟ عبد الصبور معاه غربيه. شكله ما يجيش عبد الصبور. عبد الصبور قوي. دقيقة واحدة. أهلا يا عبد الصبور أخوي. ويلكم. يمشي ده؟ أما أصحابهم ليه كتروا النهاردة؟ ماشي يا أخويا. يمشي. نمشي؟ نمشي. اتفضل يا استاذ. شكرا. ده عبد الصبور ده يمشي تامر هيثم بكتير وقوي حماده. الواد هشام جايب معاه واحد صاحبه واقفين عليهم بقالهم ساعة. لا لا أنا ما أحبش اللي يلعب من ورايا. مساء الخير يا جماعة. إيه بتبحلقوا كده ليه؟ عفريت طلع لكم؟ معقول يا عبد الصبور؟ في حلاوة في الدنيا كده يا عبد الصبور؟ عبد الصبور
حاسب الصابون ده واجب علينا يا عبد الصابون. كسب كسفي اكتر فكسب. هو في ايه؟ سرور. لا 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 هو في ايه؟ اللي بيحصل ده؟ الحرمان اللي احنا عايشين فيه خلى العيال تنحرف؟ ده احنا داخلين على ايام سودة. يا هشام خليك يا عبد الغفور، ما تقلقش يا عبد الغفور، رجع لك يا عبد الغفور. عاوز ايه؟ ما تروح تنام ولا تروح تقعد مع مختار؟ اصل انا معايا عبد الغفور جوه ساير جدا 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 وانا بحاول اهديه وههديه. في ايه؟ الله، قاعد مع الاستاذ عبد الصبور بفهمه ازاي يستعمل التليفون المحمول. الله 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 الله، ايه الحكايه؟ واحد قاعد مع عبد الغفور والتاني قاعد مع عبد الصبور. اروح انا اقعد مع عبد الجبار بقى. انت ما عندكيش حصص يا استاذه ولا ايه؟ ايه؟ ما عندكيش حصص؟ يا ابني انا عندي حصه فاضيه. بلاش العصير ده، بلاش العصير ده، انت عندك سكر وضغط وذبحه، ده انت امراض الدنيا كلها فيك. ربنا يديك الصحه. ايه؟ ربنا يديك الصحه. يا ابني ايام بنقضيها. اللي قول لي يا ابني، ممكن اسالك سؤال؟ اسالي اسالي وخلصيني قبل ما تموتي مني. اسالي. يعني شاب زي الفل زيك كده قاعد عازب لحد دلوقتي ليه؟ ظروف بقى. يلا ربنا يسهل. ايه؟ ربنا يسهل. ايه؟ ربنا ياخدك. الله، بقول ربنا يسهل. يعني ما لقيتش واحده تحبك يعني ولا ايه؟ هو السن ده كله عينه مني ولا ايه؟ وانا موعود بالعواجيز يا رب. الو، ازيك يا مختار؟ وحشتني وحشتني. كانت ليله كلاس كلاس كلاس، احلى ليله في عمري. طب اسمع بقى، عايزك تفهمني كويس وترطقلي ودانك قد كده. اصل انا ببيض الشقه. مبروك يا حبيبتي. وبعمل ديكورات ومزنوقه، قلت اميل على مين غيرك يفكي لي زنقتي. محتاجه 5000 جنيه. حالا يكون عندك بعد سنه. سنه؟ قصدي ثانيه، لان بكره باذن الله يكون عندك. انت هتشتغلني؟ هجيب لك منين 5000 جنيه؟ انا بلاقي الفلوس ولا بسرقها؟ من النقطة اللي على قلبك قد كده. اقعد انبر بقى في النقطة لغاية ما اللقمة تتنظر والسبوبة تضيع مننا. اوكي، ما انا كمان مش كل يوم تنقطني 20 30 جنيه. انت عايز ايه بالظبط يا مختار؟ 5000 جنيه. مفيش 5000 جنيه. يا راجل ده الواد كريم اللي قد ركبتي بيكسب أكتر مني. طب مالك ومال كريم؟ كريم بيشقى طول الليل وبيشتغل، أنت بتشتغل زي كريم؟ 5000 جنيه. هو مفيش 5000 جنيه. يابا كلمتني في التليفون قالت لي أنا محتاج 5000 جنيه. انت بتشتغلنا ولا جنيه؟ مفيش 5000 جنيه. ومحمود عشان هشام ما يسمعش اللي بيحصل ويخرب بيتنا كلنا. ما يهمنيش هشام، لا انت ولا هشام. بتغلط في الاستاذ. استاذ ايه ده؟ استاذك انت. استاذ عامل زي الساعه، لا بيقدم ولا ياخر. اللي خيره عليا، اللي خيره عليا بتغلط فيه. اللي خيره عليك انت، ده انت زباله. انت وهو زباله. احنا الاثنين. استاذ هشام انا زباله يا زباله. عاجبك انت كده؟ انت عاجبك كده؟ كل حاجه بصراحه، اقول كل حاجه بصراحه، لان البيه بياخد ال بياخد العيال الكباريه بالليل يسهرهم ويخلي الواد كريم يغني ويلم من وراه النقطه. الاطفال بتاخدهم الكباريه. بالله عليا يا مجيد، اوعى تصدق الواد ده، مفيش كباريه، العيال بيروحوا نايت كلاب، ما فيهاش حاجه يعني. ده انا هوديك في 60 درهم. لا 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 يا جماعه، اللي حصل ده اسلوب غير تربوي. تربوي ايه يا دكتور عباده؟ هم دول يفهموا في التربيه؟ دول خلوها خل. يا جماعه في مصيبه تانيه. قول. ما انتوا ما بيجيش من وراكوا غير المصايب. مدير المنطقه جاي بكره، يا اما يدينا التصريح يا اما هنرجع الشارع تاني. بس
تبقى هي دي اللحظه اللي لازم تنسوا فيها كل خلافاتكم علشان ناخد التصريح. على العموم انا ليا مع الاثنين دول كلام بعد كده. اعرفك دلوقتي على جميلات المدرسه، مدرستنا الحسنوات. ياشا رشا سميه اهلا يا تيتا. ودي نواي نوال. جاهزين يا اولاد؟ جاهزين. اتفضل سعادتك. قيام تعظيم سلام ارسال جلوس. اهلا يا فندم. في ايه؟ مش حضرتك حضرتك والد امل؟ امل مين؟ امل خطيبتي. لا ده اخويا التوأم. حضرتك اخوات اتنين شبه بعض. اتنين شبه بعض في ايه؟ الاستاذ مدحت مدرس الورد، اقصد مدرس الزراعه. انا مش بتاع ورود يا ابني. احلى فل يا بي، نارك زي الفل ان شاء الله. فل واقفين في الاشاره. اصل البنت دي يا باشا، يلا بنت يلا ارجعي ارجعي. بتمثل في المسرحيه دور بياعه فل، وبتتمرن مع حضرتك على الدور، وكمان في نشاطات فنيه. رائع رائع. طبعا يا فندم عندنا نشاطات فنيه، تمثيل وفي غنى سعادتك وفي كل حاجه. حافظين النشيد اللي انا محفظه لكم عشان اقوله قدام الاستاذ؟ واحد ايه. شرفتنا كثرتنا نورت كل المدرسة، ولو هتفضل عندنا هتلاقي حاجة كويسة. متعلمين احنا ومؤدبين احنا. انا هبقى استاذ في القانون، وانا بكرة هبقى مهندسة. في ناس كلامها عال. يا عين في ناس كلامها عال. ده مثل للفن الشعبي الرقيق يا فندم. بنحاول ندي للاطفال بعض حصص الفن الشعبي حتى الطفل المعاصر لا ينفصل عن واقعه ومجتمعه ويستمع الى الفن الشعبي دون اسفاف او ابتذال يا فندم. ما شاء الله، ده انتوا على كده ما نسيتوش حاجه ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد مدير المنطقه التعليميه، يعني حضور حضرتك النهارده شرفنا وافلق صدورنا. الهي لا يسيء كبير ويعلي مراتبك ويكرمك ويحميك من الحساد. الله يخرب بيوتكم شحاتين يا فندم. الجملة دي من عندياته. بيعمل دور شحات في المسرحية وبيؤديه والله، ولا أحسن ممثل ولا ده جميل. ما شاء الله الحملة الفرنسية، برافو عليكم يا أساتذة. مدرسة ما فيش بعد كده. لازم أطفالنا يعرفوا تاريخ بلدهم. يا فندم التاريخ ده أهم هدف للمدرسة بتاعتنا. اللي ملوش ماضي ملوش حاضر ولا مستقبل. دكتور عبادة ثلاثة دكتوراه ومستني بنت الحلال وطالع بمنظرين. قلت لي ده بره. بفكرك يا فندم. تعالش نفسك. ايه ايه ولا ايه ده؟ مين ده؟ مفيش حاجة. ايه ما تزعلش نفسك. ده هاي التدريس يا فندم. طقم التدريس. استنوا دلوقتي بقى. سؤال. اتفضل. ولو ما جاوبوش انت اللي هتزعل نفسك. اتفضل يا فندم. اتفضل اسال دلوقتي. مين قتل كليبر؟ مين اللي قتل كليبر؟ مش انا يا بيه. مولانا يا بيه، عليا النعمه من نعمه ربي، لا شفته ولا اعرفه يا باشا. ايه ده؟ لا مؤاخذه سعادتك، في حد بلغ سعادتك ان اللي قتل كليبر عندي هنا في الفصل. انا مش عارف انت بتشتغل ايه بالظبط. بتشتغل ايه؟ تصوروا الاستاذ الفاضل مش عارف مين اللي قتل كليبر. يا فندم تلاقيه عيل من العيال الصيعه اللي في المدرسه اللي ورانا. خد مني الكلام ده في الفاظ مدرسين. يا فندم عيال صيع. لا يا فندم، اللي قتل كليبر طبعا سليمان الحلبي، بس الحقيقه الجزء ده من المنهج يعني ما وصلنالوش لسه. يا مفيش عندي في الفصل ولد اسمه سليمان الحلبي. بقول لك ايه، انت اسمك ايه؟ مختار يا فندم. غيره. اما انت عباده ثلاث مناظر. اتفضل. انت اسمك ايه؟ دكتور انا اسمي مدحت. يا مدحت. ايوه يا فندم. انت كويس يا مدحت. اهلا وسهلا. ورد منورنا. علموا العيال الاول بدل الورد. علموا العيال. تمام يا فندم. عباده. تمام يا فندم. وانت مين انت؟ السلام عليكم. اتفضل. ما تزعلش نفسك. يا جماعه احنا خدنا التصريح بصعوبه، فاهمين؟
يعني لازم تقعدوا وتصفوا كل الخلافات اللي بينكم. انا مفيش خلافات بيني وبينهم، هم يبطلوا اللي كانوا بيعملوه ده عشان نمشي المدرسه دي. صح، انت هتذلنا يا عم ولا ايه؟ سبوبه وربنا كرمني وبعتها لحد عندي، هتقعد تنقل لي فيها؟ وبعدين يا شباب احنا كنا هنتلت مع بعض. اسكت انت خالص كده. طب ايه رايكم بقى؟ انا هلغي المشروع ده خالص، انا هقفل المدرسه وكل واحد يروح لحاله. هروح دلوقتي اسلم قراني كل حاجه. هشام قال لنا ان هي بتجيب امراض، ويا ريت حضرتك تبطل. النبي تسيبني في حالي. استاذ مختار، انتوا صحيح ناويين تسيبونا؟ ان شاء الله مش هنغلب، ربنا معانا وانا كمان معاكم. مش مهم الاستاذ مختار ولا مهم الاستاذ هشام، المهم نبقى مع بعض، ربنا مش هينسانا ان شاء الله. خلاص يبقى تيجي معانا. على فين؟ مصالح الاستاذ هشام. بس بقى انا دمعتي قريبه ومش مستحمل. بس بس المشكلة في الأولاد، حاسس إن أنا مش هقدر أسيب الأولاد. كله أستاذ يا هشام، مش حاسس بحاجة إن الأولاد دول أولادي. شوفي لما نتجوز هنضطر ناخد منهم 12 عيل يعيشوا معانا. أبدأ حياتي ب 12 عيل؟ بس نربط على كده علشان نعرف نربيهم. معقولة يا مختار أبدأ حياتي ب 15 عيل؟ ليه تصحيني من الحلم اللي أنا كنت عايش فيه؟ ماله ب 15 عيل؟ العيال احباب الله، وبعدين انت قايله انك بتحب العيال. دول 15 عيل، 15 عيل مالهمش حس. يلا يلا يا اولاد سيبوا ماما لوحدي. ثلاثه عند امك وثمانيه عند جوز خالتك واربعه تشيليهم عند ابوكي. هتبقى الواد دونجل واجلسي. اجلسي ممكن نتصرف نحطه عند البواب، مش هتفرق معاه كتير. هيتفضل لهم ده هيتفضل كتير قوي، هيتفضل ثمانيه. قلت لك مليون مره نحدد الناس اللي ما فيش فايده. ليه كده؟ هتفضل مقفله في وشنا كده طول العمر؟ بقول لك ايه يا اتشان، انا من رايي ان احنا نبيع الفيلا وفلوسها تحل كل حاجه. طب والاولاد؟ هيبقوا معانا. فين؟ المدرسه اللي احنا فتحناها دي رساله، لازم نحافظ على الرساله دي. الاولاد دول مش لازم يرجعوا مشردين مره تانيه. اه لو على واحده ست كده مريشه ورجليها للقبر، اتجوزها تموت اورثها. اخلي الفيلا زي ما هي دار للتربيه. اسمعي يا ستي، ده ذكرى الأربعين. تقول زوجي الحبيب لم يمضي على فراقك الا 40 يوما، مرت كانها الدهر، فهنيئا لك بالجنه ونعيمها، والهمني الله الصبر والسلوان. زوجتك شربات. خلاص بقى يا استاذ مختار. خلينا بقى يا اخويا في موضوعنا. موضوع ايه يا ست سميره؟ شوف يا استاذ مختار، انا خلاص قررت اسيب المدرسه دي.
ايه ما احنا خدنا عليك وانت خدت علينا يعني بقينا اهل يتقدم الاهل بخالص الشكر. اسمعني بس يا استاذ مختار. ايوه. اصلا انا عقبال املتك ويست 2 مليون جنيه. 2 مليون جنيه؟ سميرة هانم، سميرة هانم. الجبان النادل اللي اول ما جبت له سيره الفلوس ريق وجري. اللي فيه ده ما بيبطلوش، لكن انا بقى هشام حبيبي عنده مبادئ. هو صحيح فشار شويه لكن دمه خفيف. مدحت بقى اغلب واحد فيهم، وانا حاسه انه بيحبني لشخصي. وبعدين يا بنات هنروح معاهم الرحله بكره ولا ايه؟ انا طبعا لازم اروح. وعايزين تروحوا بقى ازاي يا حلوين؟ وانتوا الحاجات القرشانات ولا السبات الحلوين نهاد ونفين وندى؟ نفكر. انا كمان هشام عايز اقولك على حاجه كده بس. ايه؟ يعني لو اكتشفت في مره ان انا كذبت عليك هتسامحني؟ لا كله الا الكذب ده. انا انقهر لو كذبت عليا. ازعل منك قوي 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 كده. طيب طيب انا متهيألي النايم 4 في الحمام و3 في اوضه الصالون و2 تحت السرير. ايه يا مدحت؟ هيناموا معانا في اوضتنا تحت سريرنا؟ اه غباء مني ده. خلاص انا ما انا تحت السرير واطلعهم لك هم فوق السرير. الله هنبتديها كده احنا مش كده؟ هو انت تعرف تحب؟ ده انت بتموت على القرش. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين قالك الكلام ده؟ العصفوره يا اخويا. عصفوره؟ عصفوره ايه؟ اذا كنت انا اساسا تاجر عصافير وبعدين ما تصدقيش اي عصافير بلدي، ثم الكناريا والاسترالي دول بيتكلموا لغه اجنبيه انت ما تعرفيهاش. ايوه يا معاطي بكلمك في التليفون المحمول. ايوه هو محمول يا سيدي اهو. طيب مع السلامه. ايه يا عوض؟ هو ايه اللي في ايه؟ ايدك ايد على ايه؟ انا مش بطلت تشرب سجاير؟ لا شوكولاته. يا ساتر عليك نموذج مصغر من الاستغلال. خد قول بقى. مش قبل نوال وقبل سميره وقبل راشد طول على لابسين شعر عيره؟ يا سلام، ما كل النسوان بتلبس شعر عير. اسمع بس، دول مش عواجيز، دول زي القمر وكمان صغيرين. صغيرين ازاي يا عوض؟ زهره دخلت معاهم اوضتهم وقالت لي وانا قلت لها. وعارف بقى البنات اللي كانوا معانا امبارح واحنا في الرحله هم دول، بس كانوا صغيرين. يعني دول هم دول؟ باختصار احنا طلعنا كروديات. كروديات بتضحك علينا وبتلعب بينا على الشناكل. على العموم انا ما تفرقش معايا. مش معاك. والاخ الاخ هشام انا تفرق معايا. انا كمان تفرق معايا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني تفرق معاك ومعايا وانا ايه رجل كنبة؟ ايوه. لا انا كمان تفرق معايا. طبعا يا استاذ. اهلا اهلا يا استاذ هشام. ها عامله ايه يا استاذ؟ اهو يا ابني ايام القصيفه. يا الف مرحب يا استاذه. ها انا يا استاذ عاوز اكلمك في موضوع مهم قوي بصفتك يعني في مقام الست والدتي. طبعا طبعا الحقيقه يعني مش عارف. اديني ايدك. ايدك الكريمه الحقيقه. انا مش عارف اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. في ايه بس يا استاذ هشام؟ مش عارف ابدا ازاي والله، لكن هتشجع وهقول لك انا بحبك وعاوز اتجوزك. ايه؟ انا احبك كبير جدا لعتائي. شوفي بصي اوريكي صوره حبيبتي عينيا روح قلبي. اها شفت انا قاعد قدامها مبسوط ازاي؟ هموت من الانبساط. سنه اقل من كده نفسي تجزع. ما احبش. هشام انت اتجننت؟ انت عارفه انت لو كنت بنت صغيره كده او قطقوطه او اموره ولا كنت بصيت لك ولا كنت عبرتك. شوفي هي شوفي ايه شوفي انت يعني هي يعني انت وهي هي تيجي ايه بالنسبه لك؟ انت نونو انت نونو. هي كبيره هي كبيره انت نونو.
انت اديني بوسه. استاذ مختار احترم نفسك يا استاذ مختار. انا مش مختار، انا حمار. دي كانت اول حب في حياتي، ده التيب بتاعي، ومن ساعتها بدعي ربنا ان ربنا يكرمني بعضمايه كبيره زيها، وربنا سبحانه وتعالى قبل دعوتي وكرمني بيكي وقابلتك. الله، في ايه؟ كاني ماسك ايد ماما. بانو 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 على اصلكم، بانو 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 على اصلكم بانو. ويا الله شيلي، شيلي بقى البعد معرفتي. فين والد الطفل يا جماعه؟ أنا. بس لازم حد يكتب لي اقرار بالموافقه على اجراء العمليه. كل اللي موجودين اهلي واخواتي. انا جاي مع حضرتك. اتفضل. استاذ هشام؟ ايوه. 2000 دولار. 2000 دولار؟ العمليه هتتكلف 2000 دولار يا جماعه. على فكره ممكن اكتب على نفسي شيء. انا هنزل اتصرف، هجيب فلوس من اي حته. لن ترى، هو انا اللي هتصرف. هتعمل ايه؟ ما خبرش، بس هعمل نص ساعه وراجع. وسع وسع. شوف يا باشمهندس، انا عايز في الدور الاول ده ريسبشن كبير لاستقبال الزباين. تمام. الدور التحتاني هتعمل لي مطعم ايطالي ما حصلش. بيتزا، مكرونه بالبشاميل، مكرونه بالجبنه. فوق هتعمل لي ديسكو ما حصلش زيه في مصر. تحت امرك يا استاذ اوراني. جوراني بير. اسبقني انت يا باشمهندس على المكتب. تحت امرك يا بيه. انت لسه هنا؟ ما مشيتش معاهم ليه؟ الولد كريم في المستشفى يا جوراني بير، في حاله خطيره قوي بين الحياه والموت. وانا مالي؟ مالك كيف؟ كيفي كده؟ هتتمسخر بيا يا راجل؟ بقول لك الولد بيموت، محتاجين فلوس ضروري لاجل العمليه. خلاص الخزنه قفلت، ما عادش بح. ده انت اللي هتبقى بح من الدنيا كلها يا جراني. انا دخلت السجن مره خدمه في واحد صاحبي، يعني حاجه تستاهل. نفسي من عيني ارجع تاني في حاجه ما تستاهلش، وانت الحاجه اللي ما تستاهلش يا جراني. انا قتيلك النهارده، عتاجي معايا، بتزوق عتاجي بالعافيه عتاجي بح. اسمع يا اوراني، احنا اللي عاوزين لاصل ولا دياول، كل اللي عاوزينه 2000 دولار عشان العمليه. وانا مستعد اكتب لك بيهم ورق يا سيدي. انا اشتغل بيهم عندك اي حاجه ان شاء الله، حتى خدام. حرام عليك، حرام عليك. حسبي الجاكيته. الولد ده فصيله دم ونادره. طلعت ايه يا دكتور؟ هو سالب ولازم نقل دم حالا، وللاسف الدم ده مش موجود في المستشفى. يعني لازم نشتري دم. اوراني
خلي عند رحمة. أنا فصيل الدم أوسان. مبروك على ايه؟ على كريم طبعا. مبروك انت عليك الفيلا. لا الفيلا بقت بتاعتكم، محدش هيقدر ياخدها منكم تاني. بعض يا رجالة، أنا فرحان قوي قوي ومن فرحتي ما خبرش أعمل إيه، لكن زي ما أنا شايف مراتكم لازم أن تشوفوا مرتي. اكشف وجهك يا بنت، اكشف وجهك. مرتي.